نعمل طاجن تورلي يفتح النفس كده، وفي خضار كتير، انواع خضار، بطاطس وكوسه وجزر وبصل وثوم وعصير طماطم وصلصه. هديه تشويحه على النار كده سريعه، وبعدين اروح ايه حطاه في الطاجن ومدخله الفرن يعيش في الفرن بتاع ايه نص ساعه، ساعه الا ربع، تمام كده. فانا كده اخد النار، احط معلقه سمنه، بسم الله الرحمن الرحيم، بصلايه تشويحه بس بسيطه كده، اطر البصل زي ما بيقولوا، واحط شويه ثوم كمان معاها. انا مش هحمر البصل عشان كده، هحط الثوم عادي على طول مش مشكله، انا مش هحمره، انا عايزه طاجن خفيف. اقطع بقى الخضار، اقطعه قطع كبيره مش صغيره، يعني مثلا البطاطس، بسم الله الرحمن الرحيم، ناخدها قطع كبيره كده، ناخد البطاطس الاول كده، بسم الله الرحمن الرحيم، انا مش هعمل كتير زي ما اتفقنا، كده كوسايتين كفايه حتى. انزل على طول باقي الخضار، وملح وفلفل، فلفل انا حطيت ملح البصله خلاص كفايه، اديها شويه فلفل اسود، عصير الطماطم، واسيبه يغلي مش كتير برضه. انزلها بقى في الطاجن كده وادخلها الفرن تكمل سوا مع نفسها، ماشي، مع الفرخه اللي بتتحمر كده، بس دي هتاخد لها حوالي نص ساعه في الفرن، تمام كده. طب دلوقتي ادخلها الفرن، بسم الله الرحمن الرحيم،